الوقفة الأولى عدم مراعاة الخلاف والجزم بصحة قوله في خطابه لأحد تلامذته: طرتي السماء ونزلتي إلى الأرض، المسح على التقاشير مبطل للوضوء. عرفت اش دير؟ ما تهرش لنا راسنا، ما كتقول والو، هاي كتخربق في الهضره. شتي هذه المساله؟ اذا طرتي للسماء ولا هبطتي الارض، المسح على التقاشير الان في هذا الزمان مبطل للوضوء. لا ما تبقاش تكثر الهضره. هذا الحكم في إبطال صلاة أولئك الأئمة من المتقدمين والمتأخرين. ولله ضر الشافعي رحمه الله كان يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. بل سبحان الله، نجد ابن حزم عليه رحمة الله مع ما فيه من الشدة يقول: المنع من المسح على الجوربين خطأ، لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار. هذا ابن حزم، يعني يعده خطأ ولا يجزم بمثل هذا الحكم الذي ذكره الشيخ في هذا المقطع. فلذلك مما ينبغي أن يراعى دائما الخلاف في مثل هذه المسائل، وهذا معلوم من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمثلة كثيرة. لذلك مما ورد في كلام الشيخ أنه قال عند قوله وهو يستدرك على قول أهل العلم ولم يعلم لهم مخالف، قال: فلعلهم سكتوا لأنه من باب الاجتهاد. واش المخالفة في باب الفعل تكون بالإنكار ولا تكون بالمخالفة في الفعل عندكم أنتما؟ هذا تأويلك، وقد يكون هذا من باب القياس الفاسد. أنت كنت عندك دليل بأنهم سكتوا؟ أنت عندك دليل بأنهم شاهدوا جميعا؟ الدليل هو القرائن. أين هي القرائن؟ لا بل يسكتون على شيء بينهم إذا كان من قسم الاجتهادات. فنقول للشيخ: ألا يسعنا ما وسعهم وهم خير منا إن كان الأمر كذلك؟ يعني هادو كل مسحوا من الصحابة مسحوا على الجوارب، والأخرين اللي ما مسحوش. فقال: فهادو كل ما مسحوش، وأهل العلم قالوا لم يعلم لهم مخالف، قال: هادو كل ما مسحوش لعلهم سكتوا لأنه من باب الاجتهاد. وهذه رجعت لواحد القاعدة ديال جواز الإنكار في المسائل المختلفة فيها، هل يجوز الإنكار أو لا يجوز. فلذلك نقول: ألا يسعنا ما وسعهم وهم خير منا. ولا نجيو عند الفقهاء رحمهم الله: القوم مبطلة الوضوء، القوم مبطلة الصلاة. إذا اللي اقتنع بواحد الرأي يبطل طهارة الغير ويبطل صلاة الغير، لا، هذا لم يفعله الأئمة رحمهم الله. بل مثل هذه الأمور التيسير فيها أولى. ولله ضر الإمام الثوري عليه رحمة الله، سفيان الثوري، مع ما فيه يعني جمع من العلم والزهد والورع ورواية الحديث والفقه في الدين، كان يقول: إنما الفقه الرخصة من ثقة، إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. هذه واحدة.